جت في دماغها بعد ما درست دراسات كتيره جدا جدا، انا عايزه اخطو سلم الشهره وسلم المجد والفن الاصيل في مصر. جت هنا في مصر، بدات من مش هنقول من الصفر، لكن هنقول ان هي ما كانتش البلد بالنسبه لها غريبه. نجحت نجاح باهر، بقى ليها جمهور بيدعمها. البنت طبيعيه جدا وتلقائيه جدا وبريئه جدا وكوميديه جدا، هتعرفوها معايا النهارده. مره واحده بصينا لقينا ان هي عايزه تسافر بره مصر. جيت قلت لها بليز خليكي معايا وخلي الناس تشوفك عشان نبقى نشوف ها هتقعدي معانا ولا لا. بس متوقعه ان هي هتقعد معانا بس بعد الحلقه دي. رحبوا بيا بضيفتنا الجميله النهارده الفنانه جوهره. اهلا بيكي يا جوهره. هلو حبيبتي، نايس تو ميت يو. اجمل يا جوهره، انا كنت عايزه اعمل مفاجاه ان انت تتكلمي معانا. بيك ويش تو بي هير. حبيبي ثانك يو. اهلا بحضرتك استاذ باسم. اهلا بيكي، نورتونا وشرفتونا وميرسي جدا، لان ده اول مره تاخدوا قرار ان انتوا تطلعوا بشكل عادي نورمال في لقاء اعلامي. ميرسي جدا جدا جدا. ميرسي ليك يا جوهره كده. ماي بليجر. ثانك يو. بصي عشان الناس تفهمنا ووصل المسج كويسه للناس اللي هي العاديه اللي بتشجعك وبتحب تتفرج عليكي، هنتكلم بشكل، انا هتكلم عربي، انت هتتكلمي انجليش او روسي زي ما انت حابه. استاذ باسم انت هتبدا تنسق الحوار ان هو الناس تفهم. تمام تمام. اوكي. جوهره، انت بنت روسيه وكنت دارسه دراسات، يعني مش من اللي هو مثلا الروسي اللي هم بنسمع ان هم العاديين، لا انت دارسه في دراسات كتيره جدا جدا، وكان قدامك فرص للشغل في روسيا وتاخدي تايتل كتير قوي في روسيا او خارج روسيا. جيتي مصر ليه؟ You have يعني a lot of education. Yeah, you are Russian girl. هي طبعا بتفهم شوية كلام يعني. انت بنت روسية قررتي طبعا كان عندك شهادات في روسيا. سوري. I understand what you say. I left Russia. Yeah, you left Russia. And you have education there. Yes. Many certificates. I have two higher educations. هي عندها شهادتين. اوكي. But I want more actually. وهي كمان عايزه كمان تدرس اكثر. تغوي علمي. I love study. And you decide to come Egypt. Why Egypt? Actually it was okay, let's say like this. First because my life is belly dancing and Egypt is motherland of belly dance. يا سلام. اول حاجه طبعا عشان هي يعني بترقص شرقي. أوكي. ومصر هي بلد الرقص الشرقي ده او يعني الـ يعني منبع يعني اساس يعني من ايام الفراعنه. كويس. وهو بدا الرقص الشرقي في مصر. تمام. بعد كده بقى طبعا اتطور يعني. Like if you want, if it's a business of your life and you want to succeed in this, if you want to be a star, if you want to be big enough, of course you have to come to a special place, you know, motherland of belly dancing. So there was no other options. And it was a long way to arrive here. I was dancing 15 years already. So it's everything for a reason and there was no other options, only Cairo. هي ده حقيقي. يعني خليني اقول ب ب ال يعني لا مش المختصر، هو الكلام اللي هو الصح للقصه دي. ومش على الرقص الشرقي بس، على اي فنان عربي عايز يتشهر. كويس. بيجي من مصر وبيطلع من مصر. اوكي. فهو ده قصدها. يعني هي لما لا يعني هنفترض ان هي في روسيا ومعروفه في روسيا وطلعت اي بلد عربي مش هتعرف، لان احنا بلد الميديا. هنا في مصر بلد الميديا، يعني كله بيشوف مين اللي ناجح في مصر. كويس. بعد كده بينجح في كل وطن عربي. ده مش في الرقص بس او في كله. انا قلت الغنى وقلت يعني كل حاجه، التمثيل. صح. كله. طيب.